أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: نحن مجموعة من العمال نعمل في مزرعة، عددنا ما يقارب من 16 شخص، ومعنا شخص متعلم وقارئ ويصلي بنا صلاة الفروض ويوم الجمعة، هل يجوز أن يخطب بنا ويصلي بنا مع أن الجامع الأساسي يبعد عنا بالسيارة نصف ساعة؟ إذا كان ما حولكم جامع ويبعد عنكم نصف ساعة بالسيارة فصلوا ظهرا، لا تصلوا جمعة، صلوها ظهرا في مكانكم. نعم.